بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتكلم هنا عن التكنيكال بارامترز بتاعت الهاي فولتج سيركت بريكرز 500 او 220 او 66 ايا كان. عندنا اول، يعني احنا هنتكلم كده بس ايه معنى الحاجات اللي موجودة بحيث نفهمها، لكن مش بشكل يعني اناليتيكال، يعني يعني معنى بس الحاجات اللي موجودة دي. عندنا اول حاجة نومينال سيستم فولتج، اللي هو احيانا برضو بيتقال عليه السيرفيس فولتج. ده الجهد اللي بيبقى موجود بشكل دائم على الشبكة، طبقا يعني للتعريف الاي اي سي، ان ده الجهد اللي بيبقى موجود بشكل دائم على الشبكة. تمام، يعني الجهد اللي دايما موجود على الشبكة. فشبكة ال 220 الجهد اللي دايما بتاعها بيبقى موجود، اللي هو اسمها اللي هو 220. طيب الاكويبمنت بتاعتي بيبقى ليها بقى حاجة اسمها هايست سيستم فولتج او ريتد فولتج. الريتد فولتج او الهايست سيستم فولتج هما الاتنين حاجة واحدة. دي معناها ان النتورك بقى بتاعتي، البريكر مثلا، في الحالة ان ده التيبل مثلا بتاع البريكر، يقدر يحتمل جهد قد ايه، العزل بتاعه يقدر يحتمل الجهد قد ايه، العزل بتاع كل الاجزاء اللي فيه. طبعا لازم يبقى الرقم ده اكبر من الرقم الجهد اللي هيبقى موجود عليه بشكل دائم. فهنا فدايما هنلاقي الريتد بيبقى اعلى من السيرفيس. السيرفيس ده الجهد اللي بيبقى موجود على الشبكة، والريتد هو اعلى جهد يحتمله، يعني دي بتبقى كابابيليتي او ويزستاند فولتج، بس برضو بشكل دائم. يعني ده الجهد اللي بيحتمله الاكويبمنت، الجهد الاكويبمنت بيقدر يشتغل عليه بشكل دائم، يعني كابابيليتي يعني. فده الفرق بين السيرفيس فولتج والريتد فولتج او النومينال والهايست فولتج. ان الريتد او الهايست سيستم فولتج هو الكابابيليتي بتاعت النتورك نفسها، قدرتها على ان هي تقدر تشتغل على جهد بشكل دائم. هو ده الجهد اللي احنا شايفينه، اللي هو في الحالة بتاعتنا هنا 245. اي بقى equipment هيجي هيبقى ليه ريتد فولتج بتاعه، ودايما الريتد فولتج اللي هو بيشتغل عليه لازم يبقى اعلى من السيستم فولتج اللي بيبقى موجود دايما على الشبكة، عشان ما ايه ما نبقاش يعني يعني مش طبيعي ان انا هجيب ان انا عندي حاجة مثلا هتشتغل على 11 كيلو فولت، او جايب العزل بتاعها 11 كيلو فولت بالظبط. يعني لو فولت زيادة يكسر العزل، مفيش ايه مفيش حاجة اسمها كده. يعني ان دايما لازم بتجيب الريتد اعلى من السيرفيس بايه بمارجن. يبقى ده السيرفيس ودوت الريتد. بعد كده الفريكوانسي عادي، الفريكوانسي بتاع الشبكة عندنا 50. بعد كده عندنا حاجة اسمها الريتد شورت سيركت بريكنج كارنت. الشورت سيركت بريكنج معناها ان السيركت بريكر بيفتح، يعني السيركت بريكر كان مقفول حصل فولت، فالفولت دوت في ريلي حس بيه وبعت تريبنج اوردر للسيركت بريكر، فالسيركت بريكر بيعمل تريب. يبقى الشورت سيركت بريكنج ده اللي هو التريبنج بتاعنا. تمام، ده الكرنت، ده اقصى كرنت السيركت بريكر يقدر يعمل تريبنج عنده، يقدر يحتمل الارك بتاعه. بنتكلم طبعا الارك هنفهم بعد كده ان ايه هي الارك ده، ليه كذا فاكتور او ليه كذا امباكت، ليه يعني ليه ثيرمال امباكت وليه بريشر امباكت وليه حاجة اسمها ترانزيانت ريكفري فولتج هنتكلم عليها بعد كده. كل الحاجات ديت الليمت او الكرنت، اقصى كرنت يقدر السيركت بريكر يعمل تريبنج، يعني يفتح عنده ويستحمل الارك ويفصل بعد ويفصل يعني على الارك ديت، هو 40 او 50 كيلو امبير.
دي معناها ان في محطات هتبقى 40 وفي محطات هتبقى 50 بيزد بقى على مكان المحطة في الشبكة يعني. بعد كده ال rated duration of short circuit ده يختلف عن الايه الموضوع ال breaking خالص. ال rated duration of short circuit بتبقى 1 second، ده معناه ان هو ان البريكر الكونتاكت بتاعه وكل اجزاء البريك، كل الاجزاء اللي بيمر فيها الكرنت تقدر تحتمل الخمسين كيلو امبير لمدة 1 second كثيرمال كابابيليتي، كثيرمال يعني امباكت للكرنت ده. فالشورت دوريشن كرنت المقصود بيه هو الكرنت اللي يقدر يمر خلال البريكر والبريكر يقدر يحتمله لمدة 1 second. دايما هي بيبقى يا اما 1 second يا اما 3 second، بيبقى في الهاي فولتج 1 second وفي الميديم فولتج 3 second. بيبقى الموضوع ده بيبقى ليه علاقة بقى ايكونوميكال يعني ايه، بيبقى بتبقى في الاخر يعني اوبتمايزنج ان في حاجات ان هي تتجاب 1 second والانفستمنت يبقى في البروتكشن يعني مور افيشنت. يعني ممكن انا انفست في البروتكشن، اعمل بروتكشن وباك اب و و و قصاد ان انا اضمن ان الفولت عمره ما هيعدي 1 سكند وهيبقى خلاص وهيبقى فيه بريكر فتح او الفولت هيبقى حصل له ايه كليرنس. او ممكن في بعض الشبكات لا، ان انا اكبر الكابابيليتي بتاعت الشبكة ان هي تبقى 3 سكند، دوت ممكن يبقى ارخص لي من ان انا اضمن ان الفولت يحصل له كليرنس قبل 1 سكند. يعني انا عشان اضمن الفولت يحصل له كليرنس قبل 1 سكند هانفست او هصرف في البروتكشن سيستم بشكل كبير. طيب البروتكشن سيستم اللي انا هعمله فيه ده او اللي انا هصرفه فيه يبقى effective لو انا بعمل بروتكشن لإكويبمنت غالية. الإكويبمنت الغالية دي تتحمل ان انا اجيب لها ريليز كتيرة وغالية واعمل كذا ريلي واجيب سيتيهات كبيرة يعني انفست في البروتكشن فيها بشكل قوي، فساعتها الموضوع ده يبقى effective. ساعتها يبقى انا خلاص بوفر في الإكويبمنت الغالية قوي دي، اجيبها 1 سكند بس كشورت سيركت كارنت ويزيستنت وبصرف شويه في البروتكشن. يبقى انا ساعتها ايكونوميكالي كده او كاوبتمايزنج ده كده حل ايه مظبوط. لكن انا علشان اجيب عشان اوفر في كابل مثلا ميديم او في باصبار بتاع ميديم من 1 سكند ل 3 سكند، ممكن الاقي نفسي صرفت على البروتكشن عشان احقق ان انا اضمن ان الفولت عمره ما هيعدي 1 سكند، ممكن تلاقيني صرفت على البروتكشن ارقام ضخمة جدا، او مش ارقام ضخمة يعني ارقام كبيرة لا تكافئ الرقم اللي انا كنت هدفعه لو انا كبرت شوية الكابابيليتي بتاعة الاكويبمنت، لان الاكويبمنت نفسها مش غالية. الاكويبمنت نفسها مش غالية زي يعني أكيد بريكر الميديم مش زي بريكر الهاي فولتج. فالهاي فولتج دايما بتبقى 1 سكند والميديم دايما بتبقى 3 سكند. بعد كده عندنا يبقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده ال rated duration of short circuit، ده الكرنت اللي بيعدي في البريكر، مش اللي البريكر بيفصل عليه. هتقول لي يعني ايه، ما هو طالما عدى في البريكر يبقى البريكر هيفصل عليه؟ لا، انا ممكن الكرنت عشان يوصل من الجنريشن، يعني مثلا لو فتحنا كده صفحة فاضية لو انا عندي مثلا خلينا شبكة ميديم مثلا عشان تبقى سهل، لو انا عندي انكمر وشوية اوت جونجز كده وعندي هنا ده السورس بتاعي، هنفترض ان ده السورس عندي والناس دي كلها قافلة، البريكرات دي كلها كده ايه closed، يعني حصل فولت هنا
حصل فولت هنا. الفولت ده عشان الكرنت عشان يتنقل من الجنريتور يوصل لحد الفولت هنا ده هيمر بكام بريكر؟ هيمر ببريكرين، هيبدأ من الجنريتور هيمر الأول بالبريكر ده، بعد كده هيمر بالبريكر ده عشان يوصل لمين؟ عشان يوصل للفولت هنا. مين اللي البريكر المفروض يفصل؟ المفروض البريكر ده هو اللي يفصل الاوت جوينج مش الانكومينج. المفروض يعني لو البرودكشن معمولة مظبوط ان البريكر ده هو اللي هيفصل. يبقى في الحالة دي البريكر ده هيتعرض لبريكنج، هيعمل بريكنج على الشورت سيركت، هيعمل بريكنج على الشورت سيركت. انهي واحد؟ البريكر ده. لكن البريكر ده هيمر بس فيه الشورت سيركت، لكن مش هيعمل بريكنج عليه، مفيش ارك هنا هتحصل. الشورت سيركت تأثيره على البريكر اللي فوق ده هيبقى تأثير ثيرمال او وشوية دايناميك فورسز بس، لكن مفيش ارك حصل عليه لان هو اصلا ما فصلش. اللي فصل مين؟ الاوت جونج ده هو اللي حصل فيه بريكنج. يبقى انا الشورت سيركت لما يحصل عندي البريكر وارد يحصل فيه حاجتين، وارد ان هو نفسه اللي يفصل. يبقى ساعتها نرجع بقى تاني كده، يبقى ساعتها محتاجين الكابابيليتي دي. يبقى البريكر محتاج ان هو يبقى كيبابل ان هو يفصل على الفولت، وكيبابل كمان ان هو يتحمل بس ان الفولت او ان التيار بتاع الفولت ده يعدي من خلاله، بنسميه ثرو فولت كارنت. ثرو فولت كارنت يعني هو فولت كارنت عدى بس من خلالي، لكن انا ما فصلتش عليه ولا عملت حاجه. هو ده اللي البريكر بيحتمله لمده 1 سكند. هتقول لي طب البريكر بقى ما يحتملش يعمل بريكنج، ما يحتملش البريكنج لمدة 1 سكند؟ اقول لك لا، البريكنج بتبقى مدته ماكسيمم 200 مايكرو سكند ماكسيمم. لو الارك قعد يعني لو هو مثلا بيحتمل خمس لو هو البريكنج تايم بتاعه 50 مايكرو سكند، الارك لو قعد 1 سكند البريكر ده ممكن يختفي من على وجه الارض. يعني الباور بتاعت الارك مختلفة عن الباور بتاعة الكرنت نفسه. كون ان الكرنت يعدي من البريكر والبريكر ما فصلش، كون ان بس الكرنت هيعدي من خلاله لمدة 1 سكند، دي ما فيهاش مشكلة. لكن ان البريكر يفصل والارك ده يفضل، يعني البريكر مش البريكر مثلا وهو بيفصل ما قدرش يطفي الارك بسبب الترانزينت ريكفري فولتج زي ما هنتكلم بعد كده، حصل ريسترايك او ري اجنيشن للارك تاني والارك دي خلاص مش قادره تطفي. ايه اللي يحصل في الحاله دي؟ الحاله دي لو الارك دي فضلت لمده 1 سكند دي كافيه تبخر البريكر بتاعنا ده، احيانا تفحمه تماما وتعمل ايه، وتعمل مشكله كبيره جدا. يعني انت ممكن تدخل ما تلاقيش البريكر نفسه، تلاقي بس شويه ايه هباب كده في المكان، لكن البريكر نفسه ما تلاقيهوش من كتر الباور بتاعه الارك ما بتبقى قويه جدا، او الانرجي يعني اللي ناتجة عن الارك ده. فده الفرق بين ان انا اقول لك البريكنج كارنت تقول لي 50 كيلو امبير، لكن ما ينفعش حد يروح يقول ان البريكر بيستحمل بريكنج كارنت 50 كيلو امبير لمدة 1 سكند. ده كده يبقى مش ايه، مش فاهم اللي احنا بنقوله. اللي احنا بنقوله ايوه، بس هما الكلمتين اتكتبوا بصراحة يعني ايه، مش الموضوع مش مكتوب مظبوط قوي. المفروض ان كان يتكتب، يعني لو انا اللي هعمل هنا كده يبقى هعمل سطر تاني كده insert، تمام، وهيبقى فيه breaking circuit short circuit breaking current، ان ده الكرنت بتاع البريكنج اللي البريكر يقدر يفصل عليه ويتحمل الارك بتاعه. ده مدته كام؟ ده مدته هي مدة الاركنج تايم. الاركنج تايم دي ممكن تبقى 10 مايكرو سكند، 10 مايكرو سكند، 20 مايكرو سكند بكترها، لكن عمرها ما توصل لايه، ولا 1 سكند ولا 3 سكند ولا الكلام ده. لكن في حاجة بقى تانية خالص اسمها الشورت
تايم وزيستنت كارنت، وده بيبقى بنفس برضو القيمة 50 كيلو أمبير وكل حاجة، بس ساعتها ال50 كيلو أمبير دول بيمروا، بس ده بيمر خلال البريكر، لكن البريكر ما بيفصلش عليه. ساعتها نقول والله أنا البريكر بتاعي ده 50 كيلو أمبير لمدة 1 سكند، بس ما حدش يقول بقى بريكنج هنا ولا ميكنج، ده ولا بيحصل بريكنج ولا ميكنج، هو الأجزاء نفسها بتستحمل إن يمر فيها 50 كيلو أمبير لمدة 1 سكند. ده هو كده كلمة 1 سكند دي معناه إن هو مش هيفصل، 1 سكند دي معناه إن الكرنت بس بيمر من خلاله، لكن الميكنج أو البريكنج دول التايم بتاعهم بيبقى على قد بس الارك، وبيبقى 10 مايكرو 20 مايكرو في الحدود دي، بيبقى رقم صغير خالص. طيب عندنا بعد كده الريتد شورت سيركت، هي هنا برضو المفروض في شورت، الريتد شورت سيركت ميكنج كارنت، ان انا بعمل ميكنج او كلوزنج، يعني البريكر كان مفتوح وحصل حد كان فاتح ومثلا طلع على الخط بيعمل صيانة ولا حاجة، والخط مفصول ونسي مثلا الأرضي مثلا عليه، نسي الخط متقرض أو نسي أي حاجة عاملة فولت، بس الفولت ده ما ظهرش لأن الخط كان مفصول، لسه أنا جاي بقفل البريكر حصل الإيه، هيحصل الفولت ده، اسمه الميكنج كارنت، الميكنج كارنت شورت سيركت ميكنج كارنت، وده بيبقى تقريبا 2.5 من البريكنج كارنت، يعني ككابابيليتي البريكر دايما بيتحمل في الحالة دي رقم أكبر من بيبقى قدرته على التحمل أكبر، تقريبا 2.5 من البريكنج كارنت، اللي هي هنا لو هو 40 مثلا هتبقى 100، ولو هو 50 هيبقى 125. يبقى الميكنج ده إن أنا بقفل على فولت، البريكنج إن أنا كنت قافل، ودي الحالة اللي هي اللي بتحصل كتير وإيه وبفتح. ليه دايما الميكنج بيحتمل يعني ليه البريكر يقدر يحتمل قيم أعلى لو هو بيعمل ميكنج؟ يعني دي معناها إن ال50 كيلو أمبير دول مثلا، ال50 كيلو أمبير دول أقصى كارنت هو يقدر يعمل عليه بريكنج، أقصى أرك يقدر يحتملها لو هو بيفتح، لكن لو هم نفس ال50 دولت كان في وضع الميكنج، ده مش أقصى حاجة، ده كده بالنسبة له مثلا 50% بس من قدرته. ليه البريكر عنده قدرة أعلى إن هو يحتمل الأرك في حالة ما هو بيقفل مش بيفتح؟ الفكرة في الموضوع دوت إن الكونتاكت في حالة الكلوزنج بينتهي بان هو بيتوصل ببعض، يعني انا وانا بعمل كلوزنج بيبقى الكونتاكت بتاع البريكر مفتوح وبيبدا يقرب من بعضه، وهو بيقرب من بعضه بتبدا الارك تحصل، يعني اول الارك بتبدا تحصل بتاعه الفولت اللي هو بتاع الميكنج ده، بس الارك دي بتنتهي في الاخر بان البريكر يعني في خلال مثلا 50 مايكرو سكند اللي البريكر فيهم بيقفل، في النهاية الاتنين بول بتوع البريكر بيقفلوا على بعض. طالما قفلوا على بعض يبقى الجهد ما بينهم بكام؟ بزيرو، والارك غصب عنها كده مفيش ارك، انا كنت انا اتنين كونتاكت كانوا بعاد عن بعض وخلاص، وايه وقفلتهم عشاقوا جوا بعض، يبقى مستحيل يحصل ايه، مستحيل يحصل ارك، خلاص الارك مدتها محكومة بوقت الكلوزنج. لكن في البريكنج لا، البريكنج هو بيحصل العكس، ان انا ببعد الاتنين كونتاكت عن بعض. طب هل انا محتاج هنا قدرة عزل كبيرة؟ انا في حالة الميكنج اصلا، يعني في حالة الكلوزنج، انا وانا بعمل كلوزنج انا اصلا رايح اقفل، انا كده كده اصلا رايح اقفل، فانا مش محتاج قدرة كبيرة على العزل، او ان انا افصل الشرارة، لان انا كده كده الشرارة او الارك اللي حاصلة دي غصب عنها كده كده هتنتهي
بان انا الاتنين بول هي ايه هيعشقوا في بعض وخلاص، فهي كده كده فرصة هتنتهي. لكن في حالة البريكنج لا، في حالة البريكنج انا بعزل الشبكة عن بعض، بعزلها. يعني كان في فولت والاتنين بول كانوا متوصلين، الشبكة كانت واصلة ببعض، وانا بحاول اعمل ايه، وانا بفصل الشبكة عن بعض. انا وانا بفصلهم عن بعض بحتاج قدرة عزل كبيرة، اللي هي ببدأ اعملها عن طريق ان انا بيبقى في ميكانيزم جوه البريكر بيبدأ يضخ ال SF6 بفلو عالي وببريشر عالي جوه النقطة بتاعت الارك، او يعني بين الاتنين كونتاكت اللي بيبقى ما بينهم ارك اللي هو الاركنج كونتاكت، وبحيث ان انا اعمل ايه ابدأ افصل الارك بتاعتي. طب لو انا عندي مشكلة في ال SF6 او لو عندي مشكلة في الشبكة نفسها، الجهود حصل اوسيليشن زي ما هنشوف بعد كده، موضوع الترانزيانت ريكفري فولتج حصل ري اجنيشن، حصل ريسترايك، حصل اي اوسيليشن في الشبكة خلى الجهد يعلى، ساعتها وارد ان الارك ينشأ تاني. ليه؟ لان الاتنين كونتاكت بعاد عن بعض. لو العزل اللي ما بينهم دوت ما كانش قادر ان هو يفصل الارك، وارد ان الارك يرجع تاني، يبقى في خطورة ان الارك يحصل له ري اجنيشن. لكن في حالة الكلوزنج ما عنديش الخطورة دي، انا كده كده اصلا هم كده كده اصلا هيتوصلوا ببعض، فكده كده الارك ايه هينتهي. طيب الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده ممكن كان في فيديو ممكن نبص فيه كده سريعا عشان نفهم الميكانيزم بتاع. At the core of a gas-insulated switchgear is the interrupter, which is housed in the circuit breaker module. It operates on a modern self-compression principle. The current path consists of a base, a movable contact cylinder, and a contact carrier. In closed position, the operator of the contact cylinder. During the breaking of operating currents, احنا عندنا هنا، انا بس عايز اجيب يعني صورة كاملة، احاول اجيب صورة كاملة. ما فيش صورة كاملة. طيب خليني استعين. خليني كده ايه هستعين بالصورة دي. دي صورة للسيركت بريكر من جوه بولة يعني، ودي ده المكان اهو اللي بيحصل فيه الارك او الغرفة بتاعت الارك. السيركت بريكر بيبقى واصل هنا على الاطراف دي كده، يعني الطرف اللي هو النحاس اللي ظاهر من ورا ايد الراجل ده اللي بيبقى واصل عليه من بره، ده كده طرف، دي كده ناحية هنا، وفي ناحية تانية برضو بتبقى واصلة في الجزء دوت، بيبقى بقى بالباسبار نفسه. يعني الكارنت بيمر في الجسم اللي بره ده، الجسم اللي هو الألمونيوم ده، الجسم ده والجسم ده، الجزء الألمونيا اللي بره ده هو ده اللي بيمر فيه الكارنت. عشان ناس كتير هتتخيل ان الكارنت، تمام، في ناس هتفكر ان الجزء ده كده هو عشان لونه نحاس بقى وكده، يبقى هو ده اكيد اللي ايه اللي بيمر فيه الكرنت لما البريكر بيقفل. لا، هو الجزء اللي بيمر فيه الكرنت لما البريكر بيقفل هو، او اللي لما بيعشق في بعضه، لو شايفين ده كده الكونتاكت اهو اللي انا ماشي عليه باليد دي، اللي انا ماشي عليه ده كده هو الكونتاكت، مش ده الكونتاكت ده واصل بيه الجزء الكبير ده، والجزء الكبير ده هو اللي بيمر فيه الكرنت من هنا من هنا، والناحية التانية برضو حتى هنلاقي الكونتاكت واصل بيه الجسم اللي هو الايه الخارجي ده. خلي بالكوا البولة دي كلها، البولة اللي انتوا شايفينها دي كلها بتبقى جوه ال SF6 جوه، يعني دي مش متشاف، ده مش الجسم الخارجي،
ده مش الجسم الخارجي للبريكر، ده دي بولة جوه منه، يعني دي سنجل بول، دي فيزة من الثري فيز. لكن هو كل ده بيبقى موجود جوه غرفة بقى كبيرة مليانة بإس إف سكس، وهو من جواه برضو مليان بإس إف سكس، وإيه والغرفة دي من بره دي هي اللي احنا بنبقى شايفين. لكن مش ده، ده كده الجزء اللي بيمشي فيه الكرنت، يعني دي نعتبرها البارة، الجزء اللي احنا شايفينه ده كده هو البارة، الكونتاكتفين اللي بيتوصل ببعضه وبيفصل عن بعضه هو ده، شايفين ده. يبقى الجزء ده كده بالكامل، الجزء ده بيوصل وبيفصل عن بعضه، ده كده اسمه المين كونتاكت اللي انا بشاور عليه، ده اسمه المين كونتاكت، ده كده الميل وده الفيميل، تمام. امال اللي في النص دي ايه بقى؟ اللي في النص ده كده الارك، الاركينج كونتاكت، ده كونتاكت معمود هنلاقيه اطول شوية، يعني هنلاقي الكونتاكت الفيميل بتاعه هنا اهو، الفيميل بتاعه هنا، لكن الاركنج كونتاكت هنلاقيه اطول شوية، ده اخره هنا اهو، لكن ده بيبدأ هنا. يبقى لما هو طبعا دلوقتي كده في وضع ان هو كلوزد وهو اوبن، هشوف بس اذا كان في صورة تانية. اه هو اوبن ده هو، وهو opened أو ده الفيميل اهو، ودوت الميل اهو، ده المين كونتاكت اللي كان متعشق هنا جوه ده، والاركنج كونتاكت اهو، وهما بيدخلوا، مين بيدخل الاول؟ الاركنج كونتاكت ده هو اللي بيدخل، هو اللي بيبدأ. فالارك بيحصل فين؟ بيحصل هنا، وهو بيفتح، هو برضو يعني المين كونتاكت ده بيفتح الاول عشان ما يحصلش عليه ارك، وبعد كده الاركنج ده هو اللي بيفصل في الاخر خالص. فالاركنج كونتاكت ده اللي هو الجزء ده والجزء ده اللي هم دول، ده وده، دول اسمهم اركنج كونتاكت، دول وظيفتهم ان هم اللي بيتحملوا، عشان كده هنلاقي الاطراف بتاعتهم مدهونة بمادة بتنجستين علشان يحتملوا الحرارة والانرجي اللي بتحصل مع الارك. هنلاقي هنا في جروف كده، او في زي مسار كده محفور اهو اهو، المسار المحفور ده، المسار المحفور دوت بيبقى علشان انا اتخيل كده مع بعض السيركت بريكر ده، الغرفة اللي هي دي وهي راجعة ورا علشان تفتح، وهي راجعة ورا عشان تفتح، المكان ده كله بيبقى مليان اس اف 6 غاز، اس اف 6 ببريشر معين مثلا ب6 بار، وهي راجعة علشان تفتح بيبدأ الغاز ده يحصل له بريشر وما يلاقيش مسار يخرج منه، او يعني بيلاقي المسار الصغير ده، يقوم يحصل اندفاع قوي هنا للاس اف 6 من الايه، من النوزل دي، الاندفاع دوت يبقى اكنه كده يعني اير بلو كده، او هيبقى هنا اس اف 6 بقى مش اير، اكنه اس اف 6 بلو قوي جدا علشان يفصل الارك، يعني يساعد، او هو اصلا اللي بيسبب ان الارك يحصل لها ايه، ان هي يحصل لها ان هي تتفصل. ده الميكانيزم اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا انا البولة دي لو انا اصلا فاتح، لو انا فاتح كده وبقفل، هما كده كده الارك اه هيتكون في البداية، هيتكون اول ما يقرب من بعض الارك كونتاكت ده هيتكون ارك صحيح، بس وانس ان الكونتاكت ده خلاص عشق جوه ده، خلاص مفيش ارك، ده كده الميكنج، عشان كده الميكنج سهل، عشان هو سهل البريكر يقدر يحتمل ميكنج كارنت اعلى. لكن الصعب ايه بقى؟ الصعب ان انا لما اجي افتح، اللي هو انا اصلا قافل كده، انا اصلا قافل كده وبفتح، لما اجي افتح الارك ده هيفضل شغال لحد ما العزل اللي هو ناتج جوه الغرفة الصغننة اللي هنا دي، اللي هو ناتج عن الاس اف 6 اللي مضغوط بسرعة عالية او مضغوط بضغط عالي وسرعة عالية ده،
لو الميكانيزم بتاع البريكر والاس اف 6 اللي موجود والبريكر متصنع، لو البريكر مش متصنع بشكل ان هو يقدر يكون هنا عزل قوي وسريع اكتر من الجهد اللي الارك مسببه، هتحصل مشكلة. عشان كده دايما الكريتيكال او الوضع الاصعب ان انا اعمل بريكنج، لان بعد البريكنج البولة دي المفروض ده هترجع ورا، والبول ديت برضه هترجع ورا، وهيبقى في ما بينهم ارك لسه موجود، انا بقى عايز اطفي الارك ده. لكن في الكلوزنج ما عنديش الايه المشكلة دي، كده كده الارك هيطفي لما الاتنين هيعشقوا في بعض. تعالوا نشوف الفيديو هيوضح اكتر شوية اللي انا اتكلمت فيه ده، اللي موجود هنا باللون الموف ده اللي هو الاس اف 6، الاس اف 6 اللي هو مالي الغرفة اللي هي هنا دي. هنشوف لما هيحصل contact. بريكنج. During the further course of opening, the arcing contacts open and اهو هنرجع تاني هنا. لو هنلاحظ هنا هتشوفوا البولة دي بتبدأ تبعد عن مين؟ عن البولة دي. يعني ده كده وضع ان انا بفتح بعمل بريكنج، هتلاقوا البولة دي كده عمالة بتبعد، والاس اف 6 اللي هنا هيبدأ طبعا البولة اللي تحت دي هي ايه اللي بتتحرك، فبتضغط الاس اف 6 اللي موجود ايه جواه ده. هنلاحظ هنا ان المين كونتاكت فتح الاول، بس يعني هو الفيديو بس ايه مش موضح قوي، بس المين كونتاكت هنا اهو فتح الاول، ولسه الارك ده لسه ايه لسه معشق، عشان هو اللي بيفتح في الاخر عشان ياخد هو الارك، عشان احافظ على المين كونتاكت ده من الامباكت بتاع الارك اللي ممكن يحصل عليه ان هو يتاكسد. يعني اهو برضو دي واضحة هنا قوي، ان شوفوا المسافة اللي ما بين الاركنج كونتاكت لسه قليلة جدا، لكن المسافة اللي ما بين المين كونتاكت ايه اكبر بكتير. And an electric arc is drawn between the arcing contacts. At the same time, the contact cylinder moves into the base and compresses the arc-quenching sulfur hexafluoride. This gas compression generates a gas flow through the contact cylinder and the nozzle to the arcing contact. This way, the arc is extinguished. تمام، يبقى احنا كده فهمنا الميكنج والبريكنج وشفنا البريكر. انا بس ايه قلت اوريكم البريكر نفسه بحيث تبقوا فاهمين اصلا احنا بنتكلم في ايه بالظبط. طيب يبقى ده كده، يبقى الريتد شورت سيركت بريكنج كارنت اللي هو الكارنت اللي انا بفصل عنده، الريتد شورت سيركت ميكنج كارنت الكارنت اللي انا بقفل عليه، الحالتين طبعا فولت كارنت يعني. وعرفنا ليه الميكنج بيبقى اعلى دايما وايه هو البريكنج وهو الميكنج. بعد كده عندنا شورت تايم وديستانت كارنت اللي هو الكارنت اللي يقدر البريكر اللي هو الجزء اللي احنا شفناه من البريكر ده، الجزء ده كده اللي هو الالمونيا ده يقدر يحتمل ان يمشي فيه كارنت قد ايه. طبعا ما اقصدش هنا ان هو الالمونيا ولا مش الالمونيا، يعني مش القضية يعني، بس اللي انا اقصده انا بتكلم كلمة الومنيوم يعني عشان اللون، عشان تفهموا ان انا ما اقصدش ده، انا اقصد الجزء الايه الخارجي ده. الجزء ده كده في حالة ما البريكر مقفول زي ما هو مقفول كده الكرنت هيبدأ يمشي فيه، لو حصل فولت كرنت هيمر خلال البريكر ده الكرنت هيبدأ يمشي في الجزء ده، والكرنت اللي هيمشي في الجزء دوت هيقعد لمدة يعني البريكر يقدر يحتمل الكرنت دوت من غير ما لو هو مش هيفتح ولا يعمل حاجة يقدر يحتمله لمدة 1 سكند. طبعا الجزء الأبيض اللي في النص ده هو ده العزل اللي بين البريكر، يعني البريكر لما بيفتح كده الجزء طبعا الرمادي ده دي مادة عازلة، والجزء الأبيض ده برضو مادة عازلة. طبعا مش ما كانش ينفع يعني ما ينفعش البريكر بعد ما يفتح يبقى اللي بينه وبين البولة التانية هواء، لانه بنتكلم يعني عشان يبقى في حاجة ماسكة الاتنين بول كده ومسنطرهم قصاد بعض،
فبيبقى فيه دايما الايه المادة العازلة دي، مادة يعني مادة عازلة في الاخر زي الاكس ال بي، ومعمولة ان هي ايه علشان تمسك البريكر ببعضه يعني. لكن في الاخر الجزء ده كده مفصول، يعني لما البريكر بيفتح زي ما احنا شايفين مفيش اي حاجة معدن موصلة ما بينهم. الرمادي اللي في النص دوت مادة يعني ايه زي البلاستيك كده، بس مش بلاستيك يعني، طبعا مادة عازلة زي الاكس ال بي اي، ونفس الكلام الايه الابيض اللي هنا ده. طيب نكمل بعد كده. عندنا الريتد كارنت. الريتد كارنت ده احنا الريتد شورت وزيستند كارنت، ده كارنت اللي هو 50 كيلو امبير، ده كارنت يقدر يمر لثانية واحدة. طب ايه الكارنت بقى اللي يقدر يمر على طول عمره؟ هو ده اللي هو الريتد كارنت. الريتد كارنت ده هو الكارنت اللي يقدر يمشي في السيركت بريكر بشكل دائم، يمشي من خلاله ولا يقفل عليه ولا يفتح عليه ولا حاجة، هو مقفول زي ما هو، والكارنت دوت معدي من خلاله. الكارنت دوت معدي من خلاله بشكل دائم من غير ما يعمل هيتنج اعلى من، يعني بدون ما يعمل تمبريتشر رايز اعلى من القيمة الستاندرد ايه محددة. يعني الستاندرد او الكلاينت بيبقى طالب تمبريتشر رايز معين للسويتش جير. انا ممكن والله اجيب بريكر او باسبار يستحمل ان الكرنت ان يمشي مثلا في الـ 2000 امبير دول، بس يتحمل كده بس يسبب لي تمبريتشر رايز عالية. لا احنا مش الريتد كارنت مش معناه ان ده الكارنت اللي يقدر الباسبار او البريكر يحتمله، بمعنى كلمة يحتمله ان هو ايه اللي هو يقدر يحتمله بدون ما يحصل له ديفورميشن. لا ده الكارنت اللي يقدر يمشي في البريكر او يقدر يمشي في الباسبار بدون ما يسبب اوفر هيتنج او تمبريتشر رايز بقيمة معينة بقيمة محددة. مثلا لو الطلب ان التمبريتشر رايز هنا يبقى 30 درجة، يبقى ده الكرنت اللي يقدر يمر خلال البريكر بتاعنا بدون ما يسبب تمبريتشر رايز اعلى من 30 درجة. تمبريتشر رايز دي اللي هي اعلى من الامبيانت تمبريتشر، يعني لو انا درجة الحرارة بتاعت الامبيانت مثلا النهاردة 25 درجة، يبقى انا مسموح لي ان مسموح لي تمبريتشر رايز 30 درجة، يبقى انا مسموح لي اوفرول ان الباسبار جوه او كل الاجزاء اللي موجودة في الجي اي اس بتاعي ما تزيدش عن 55، اللي هي 25 بتاعة الامبيانت بلس 30 اللي هي بتاعة التمبريتشر رايز مثلا. فده الريتد كارنت. الريتد كارنت انا ليه بقول القصة دي؟ عشان التمبريتشر رايز ده هو النقطة الكريتيكال في الريتد كارنت، مش قصة الموضوع مش قصة انه ايه ان الملي بيشيل كام امبير. القصة مش كده، مش الموضوع كده خالص. بيحصل موديلنج للجي اي اس بتاعي 3 دي موديلنج كده ليه على سوفت وير معين الفيندور بيعمله، وبيبدأ يطلع السوفت وير ده بيطلع التمبريتشر رايز عند كل نقطة بالالوان كده. يعني تلاقي النقطة اللي هي اللي بتسخن جامد مثلا هتلاقيها محمرة، بعد كده في موف، بعد كده في اصفر، بعد كده في اخضر. فانت بتبدأ تشوف ال 3 دي موديل اللي هو عامله دوت، لا يعني لو انت طلبته بتبدأ تبص عليه، وكل كلر محطوط ده بيبقى ليه تمبريتشر، يعني في زي تيبل كده بيقول لك اللون ده تمبريتشر كذا. فتبدأ تشوف هل في نقطة في الجي اي اس عدت التمبريتشر رايز اللي انت موصفه ولا لا، او لو مش انت اللي موصف يبقى الاي اي سي موصفه ولا لا. وعلى هذا الاساس بتقبل الجي اي اس او بتضطر ان انت تجيب ريتنج اعلى. يعني وارد ان انت مثلا في مكان يكون المكان دوت حر جدا، مثلا لو هو الليمت بتاعه بعد التمبريتشر رايز الليمت بتاعه مثلا 70 درجة، انت عارف ان الكرنت بتاعك بيعمل تمبريتشر رايز 30، وهو قال لك الامبيانت تمبريتشر في المكان بتاعي ده 50 درجة، زي مؤخرا دلوقتي ما بقت مصر في مناطق بتتحط فيها 50 درجة امبيانت تمبريتشر. فهو بيقول لك الامبيانت تمبريتشر 50، والكرنت بتاعك لما يمشي هيعمل 30، يبقى في الاخر انت هتوصل للجاي اس بكام؟ ل 80. كده انت الجاي اس بتاعك ايه مش هينفع.
او مش هيحتمل. انت الجاي اس مثلا اخره متوصف ان هو اخره 70 درجة اوفرول، ان هو يوصل ل 70 درجة. في الوقت ده هتضطر تروح تجيب بريكر اعلى، يعني بريكر اصلا انت كنت مصنعه ل 3150 وتركبه وتكتب عليه هنا ان هو 2000، بيبقى 2000 في المشروع ده. ليه هو في المشروع ده 2000؟ علشان الامبيانت تمبريتشر اللي هي تعتبر البيز بتاعتك اصلا عالية، فانت بتضطر ان انت تقلل في الدلتا اللي انت بتزودها بتاعت التمبريتشر رايز دي. تروح انت تجيب بريكر، يعني دي هنلاقيها كتير. هنلاقي ان احنا في الميديم مثلا هنلاقي سويتش جير بيحلوها بطريقتين. اول طريقة ان هو يجيب سويتش جير اكبر، ودي الطريقة طبعا الافضل والمور ريلايبل، ان هو يجيب سويتش جير اكبر بحيث ان هي تسبب تمبريتشر رايز اقل، بدل ما يعني بيجيب باسبار اعلى ويجيب بريكر اعلى، بحيث ان لما يمر فيه ال2000 امبير دول يسببوا تمبريتشر رايز، بدل ما هو 30 يسبب تمبريتشر رايز مثلا 10، يبقى 10 وانا الامبيانت تمبريتشر بتاعتي 50، يبقى كله بقى 60، يبقى اقل من ال70 الايه الليميت بتاعي، الليميت اللي بيستحمله الاكويبمنت بتاعتي، عشان الاكويبمنت بتاعتي فيها مواد بي في سي، فيها مواد اكس ال بي اي، يعني فيها مواد تانية ما بتحتملش، هي يعني هي المفروض تشتغل بيرمننت على 70. فانا بعمل ايه؟ بجيب بريكر اعلى اقلل التمبريتشر رايز بتاعتي، بحيث ان الاوفرول في الاخر يبقى وزن الليميت اللي انا بقدر احتمله واشتغل عليه. ده حل. الحل التاني ان هما بيعملوا فورسد اير، يعني فورسد فنتيليشن، بيعمل بتهوية بمراوح تبرد تقلل من التمبريتشر رايز اللي بيبقى عامله الباسبار، يعني في الاخر مراوح، بيجيب مراوح يقلل بيها التمبريتشر رايز الناتج عن السويتش جير. وده طبعا احنا بنتكلم على ليفل الميديم، او احيانا في الجي اي اس بيجي الفندور يقول لك طب ما اعمل الجي اي اس روم اير كونديشند، يعني اعملها لي بقى مكيفة، وبحيث ان احنا ايه ان انا ما احسبش على امبيانت تمبريتشر 50. طبعا الحل ده او الحل ده الاتنين بيبقوا كريتيكال، ومعظم الناس يعني ما بتقبلهمش قوي، ان هو قصة ان انا اعتمد على فانات، او ان انا اعتمد على ان الغرفة اللي انا موجود فيها اير كونديشند. لكن في بقى رد تاني، يعني في كيس تانية او في رد تاني للفيندورز. الفيندورز دول هم مصنعين الجي اي اس يعني، او مصنع البريكر، ان هو بيقول لك الرقم اللي انت بتحطه دايما بيبقى مبالغ فيه، يعني 2000 امبير دي اصلا عمرها ما تحصل كاريتد يعني، وان ده رقم ضخم، وانت ايه حاطه كده احتياطي بزيادة. فهو بيكبر دماغه يعني، يعني هو حتى لو عمل الموديل بتاعه وشاف ان في نقط التمبريتشر بتاعها عالي، لو لقى يعني الموضوع ايه مثلا يعني عالي بشكل بسيط، بيكبر دماغه، لان هو بيبقى معتمد ان ال2000 امبير من خبرتهم طبعا، ناس يعني مصنعين بقالهم يعني سنين شغالين، فعارفين ان هما الارقام اللي بتبقى محطوطة دي لما واحد مثلا بيطلب سويتش جير 4000 امبير، وفي الاخر كل اللي راكب عليه مثلا محولين صغيرين ولا بتاع، بيقول لك يعني غالبا كده ال 4000 امبير دول ايه مطلوبين بالزياده، وان هو مش هيحصل، فبيكبر دماغه وبيصنع، وبيعتمد ان انت مش انه يعني الامبيرات دي مش هتمشي. بس ده طبعا يعني ايه كلام مش غير دقيق، يعني المفروض انا لو انا طالب تمبريتشر رايز معين لازم هو يضمنهولي، ولو انا حابب اتاكد منه فانا ممكن ايه هو طبعا لو هو يعني طالما هو قال لي ان الريتد كارنت بتاعه 2000 امبير بيزد على الاي اي سي، خلاص المفروض انا ما ايه ما يعني خلاص هو الراجل بيجارانتي كده. لو انا بقى والله وصلت النقطة ان انا عايز اثبت فيها الكلام ده، فهو ساعتها لازم بيقدم لي الايه الاستادي اللي هو عايزها، اللي هو عملها بتاعة ال temperature rise، بيقدم لي الموديل دوت. لكن ده مش بيتقدم كستاندرد بيبر، يعني مش كل ما هشتري سويتش جير
هقول للراجل قد ايه اعمل لي ستادي للتمبريتشر رايز بتاعها، هيرفض يعني. بعد كده عندنا حاجة اسمها الريتد لاين تشارجنج بريكنج كارنت. هنيجي هنا بس ون ايه وناخد فاصل كده ونكمل في الفيديو التاني. السلام عليكم.